ازاي؟ هي كيمياء. احنا طبعا البطيخ والكنتالوب وكل الاصناف الفواكه اللي هي الصيفيه الشعب المصري بيحبها طبعا، لان دي هي اقرب حاجه. بيقول لك لا، حته بطيخه وحته جبنه، عنبه وحته جبنه، كنتالوب وحته جبنه. فطبعا البطيخ السنه دي الحمد لله كويس، وعندنا طبعا زي ما انتم شايفين كميات كويسه جدا من البطيخ. كل ربات المنازل وكل اخواتنا اللي بيشتروا بطيخ يروحوا عند البطيخ وهو بيدب عليه كده، قال ايه بترن. طبعا الكلام ده ماشي وكويس وجميل، ولكن هو البطيخ انت شفت يعني العنقود بتاعها اخضر صابح، خدها وانت مطمئن. خد البطيخه مش الكبيره قوي ولا الصغيره قوي، البطيخه الوسط دي بتبقى مكتمله النمو، ودي طبعا بتبقى هي اللي احنا بنقول عليها الوسط. ليه؟ لان دي خلاص كده استوت طلبت الاكل. فده احنا بناكد على كل اهالينا من الساده المواطنين وربات المنازل وكل اللي بيروح يشتري بطيخ، انه يلاقي البطيخه الوسط مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، ياخد البطيخ الوسط اللي هو العنقود بتاعه اخضر، ياخد من تاجر يكون عنده مبيعات كتيره عشان البطيخ بيحب الظل. لكن بنقول لاهالينا عشان تبقوا هم فاهمين، البطيخه الكبيره قوي هي مش مستحبه، ولا البطيخه الصغيره قوي هي مش، البطيخ الوسط اللي هو 7 كيلو 8 كيلو لغايه 10 كيلو خد البطيخه وانت قلبك مطمئن. وبنقول للناس السنه دي البطيخ كويس، والكنتالوب وكل المنتجات الزراعيه من الفواكه تحديدا الصيفيه هي فيها كويسه، وهتكون رايحه ان شاء الله لثبات وانخفاض تدريج. صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. خد فكره واشتري بطيخه بكره ب 2.5. تعال بص البطيخ طبعا علشان الجو حر، فالمصريين بحته جبنه بياكلوه، بتبقى حاجه خفيفه وبتبقى حاجه خفيفه على المعده وطعمه حلو، فالمصريين بيحبوا البطيخ. اه طبعا الزبون على طول شغال بسم الله ما شاء الله في البطيخ، اقبال عليه رهيب علشان الجو حر. والله المواطن لما بيجي بيحتاج البطيخه الوسط، وبعد كده البطيخه اهم حاجه تكون ناشفه، لما تكون ناشفه بيطلع طعمها حلو وماسكه نفسيها، لكن البطيخه الطريه بتبقى ما فيهاش ميه بتبقى طعمها مش حلو. في علامه اسمها علامه الشامه، بتبقى البطيخه مصفره كده اهو، دي اسمها شامه مميزه في البطيخ، بتبقى البطيخه حلوه. لو فتحنا البطيخه اهم حاجه نحطها في الثلاجه، عشان لو بره الثلاجه بتبوظ من الحر عشان الجو حر. البطيخ السنه دي جميل وطعمه حلو، وبسم الله ما شاء الله يعني عايزين الناس كلها تاكل بطيخ السنه دي. ده فاكهه لذيذه جدا وحلوه جدا في الصيف ومريح، والناس كلها بتحبه. كل فاكهه جميله جدا، فاكهه لذيذه بيحبوه كله، كل يوم بجيبه يعني بصراحه. لو كانت كويسه بنخبط عليها بترن، وبعدين فيها شويه حاجات علامات، لو البتاع اللي فوق دي تكون ناشفه خالص بنعرف ان هي مستويه كويس. فعلا البطيخ فاكهة كل المصريين بيحبوها، بتالي كل العالم بيحب البطيخ. صحيح، يعني مفيش حد ما بيحبش البطيخ. ورئيس التحرير بيقول كله بيحب الجبنة، استاذ محمد سامي ما عدا انا ما براحتها بطيخ مع نفسه. براحتها. طيب.